أدينا الواجب ديالنا بكل صدق وأمانة، لوفاء كما قلنا للثقة المولوية سامية بن جلال الملك محمد السادس نصره الله. فكنشكركم جميع، جميع الأطر ديال الوزارة، ديال وكالة التنمية الاجتماعية، ديال المتعاون الوطني، ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. كنشكر عبركم جميع الأطر والشركاء في المجتمع المدني والشركاء ديالنا اللي هما كثار الناس الوطنيين والدوليين. فقمتوا بالمهمة ديالكم بكل أمانة وتفاني، وحققنا يعني واحد العدد ديال الإنجازات اللي هي مهمة ومشاريع كبرى اللي هي غادية. فتنتمنى لكم التوفيق، والحمد لله اللي جاوا راهما إخوة، راها الأخت نعيمة بن يحيى والأخ عبد الجبار. سعيدة جدا لأن كنعرف أن هذه المرأة تسخر بكفاءات عالية المستوى. التزامات ديالنا أمام جلالة الملك الواعي من هذه الحكومة وثقفها، وأمام الشعب المغربي عن طريق يعني إتمام ما تبقى من البرنامج الحكومي واللي التزمت به حكومة السيد عزيز بخمش باش تحققوا. اذا تحقق الكثير ولم يبقى الا القليل، وطيو حتى الوزاره ما بقاتش بزاف، باش نقوموا باللازم ونكملوا المهمه ديالنا بالمسؤوليه والجديه المطلوبه. كان واحد الخطاب ديال صاحب الجلاله هي هذه، ولكن طبعا كل وزير كل مسؤول كتكون عنده شخصيته وكتكون عنده طريقه العمل، انما في اطار ما هو مستقر في الوثائق ان اولا توجيهات الملكيه الاسلاميه، ثانيا المقتضيات الدستوريه، ثالثا البرنامج الحكومي، ورابعا طبعا البرامج اللي احنا مسؤولين عليها. سعيده جدا لان كنعرف ان هذه الوزاره تسخر بكفاءات عاليه المستوى. شكرا.